للثقافة عنوان مقهى باب المدينة بالمدينة العتيقة بسوسة، دعم متواصل للثقافة والإبداع. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة سوس تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كالعادة برنامج باب المدينة هذه المرة في حلقة خاصة حول الاحتفالات بعيد الجمهورية ومن خلال مهرجان أوسو. مهرجان أوسو هذا اللي بعث للحياة سنة 1958 وهو متواصل إلى الآن، وهو المهرجان الوحيد اللي عنده نفس طويل وباقي عايش وباقي يبدع ويتألق من عام إلى آخر. غاب شوية بعد الثورة، رجع سنة الفارطة، وسنة تقريبا هذه فما مفاجآت سارة، فما حركية كبيرة في الورشات، وما عناش خير من سيد رئيس جمعية مهرجان أوسو والنائب الأول لبلدية رئيس بلدية سوسة السيد جلال تفيفح. سي جلال، أهلا وسهلا، مرحبا بك في سوس تي في في برنامج باب المدينة. شكرا على الاستضافة وتحية لكافة مشاهدي سوس تي في. يعيشك. إذن أنت كمواكب للحركة الثقافية وللتاريخ مدينة سوسة، تعطينا فكرة على المهرجان هذايا كيفاش بدا، انطلاقاته، الناس اللي خدمت فيه، وثم نمر سي جلال إلى التحضيرات، الجو الكبير والسهرات والاجتماعات، تعطينا سكوب على التحضيرات وشوية إذا كان فهم سكوب على شنو العربات تاع السنة، ضيوف، ونحكي ونزيد ونتوسع في الحديث. مهرجان أوسو يعتبر شيخ المهرجانات في تونس، بعث منذ الاستقلال زوز أعلام رجالات من أعلام سوسة، المرحومين محمد الزرقاتي وعبد الحفيظ بوراوي، الله يرحمه. الله يرحمه. نعم، هما اللي بعثوا مهرجان أوسو للوجود، هما اللي كونوه وأسوه، والغاية متاعهم حدثني المرحوم محمد الزرقاتي، تربطني به علاقة خاصة وعلاقة قرابة. قال لي بعثنا المهرجان هذاي من أجل الثقافة والتاريخ والأصالة وترفيه في نفس الوقت لكل السواسة. قبل كانوا يقولوا شعب سوسة وشعب الساحل، هكا يقولوا كانوا. قال لي للسواسة وللسواحلية ولكل زوار ومحبي مدينة سوسة، ديستيني لهم هما، والغاية متاعه كانت طبعا السرد تالك. على مجيني الأزرق الممتد وعلى عين أبي جعفر المتربي على الضفاف، ولد أوسو طفقة من الحنين، حنين الأحفاد إلى أمجاد الأجداد وحنين الحاضر إلى. إذن نجيو نعملوا تنقيزها بستين سنة ونشوفوا، تعطينا فكرة التحذيرات والجو، وأكيد أنت بصفتك رئيس الجمعية سهرين ليلة النهار، الورشات، الفنانين، أعطينا سكوب معناها قبل يوم الانطلاق يوم 26، اش فما محتوى، شنو المفاجآت، شنو الجديد، شنو الفرق الجاية من الخارج، بصفتك مواكب ليلة النهار، وأنا نعرف هذايا للمهرجان. شكرا. بعد الثورة لا يخفى على أحد إلا أريد وأد المهرجان، فما شكون حب يؤدو، ولكن الحمد لله فشل، خاطر هو دخل في تاريخ سوسة وتاريخ تونس. أوسو معروف عالميا، مهرجان دولي. السنة الماضية رجعناه بجهد جهيد، فهمت، كما نقولوا إلى فالي باش رجع، فهمت، ولكن مش كما السنة هذه. السنة هذه إن شاء الله بامتياز رجع، وفما مفاجآت كبيرة، وحضرنا عربات للكرنفال،
صنعت هنا في مدينة سوسة، تجسم تاريخ البلاد وتجسم تاريخ تونس الكل وارتباطنا بإفريقيا وكارتاج وكذا. فما لوحات كبيرة، فما عربات جاية من الخارج، جاية من فرنسا، عدت خمسة عربات صنعت هنا، ثمانية عربات جات من فرنسا، وستة فرق من الخارج، من فرنسا، من فرنسا، من روسيا، من الجزائر، من ليبيا، من سوريا، فرق شاركتنا المهرجان وشاركتنا فرحتنا وفرحة مدينة سوسة وزوارها الكل والأجانب والأوروبيين لا يعرفوا المهرجان كما قلت لك. وسينتظم إن شاء الله يوم الثلاثاء 6:30 باش ينطلق تحت سامي إشراف فهمتني الوزراء في الدولة أو رئيس، استدعينا على سلطة احنا. شكرا. كان زين تعطينا سكوب آخر سي جلال. بالنسبة زاد سهرة لا تقل أهمية بالنسبة للشعب الساحل وشعب سوسة، هي يقال يعني، وهذا موجود في مقال اللي يؤرخ للمهرجان اللي كتبه المرحوم عبد الحفيظ البراوي، يحاور فيه المرحوم محمد زوجات، يقولوا شنو هذا يوس وكيفاش تبناه وكذا. فهذا شعب الساحل وشعب سوسة يستناو في الفوشيك سهرة الفيو دارتيفيس ملونة. باش نعملوها ان شاء الله في شهر اوت، باش نحتفلوا بها في شهر اوت، نفرحوا اهالي مدينه سوسه وكل الزوار مدينه سوسه في هذا الشهر الاحتفالي، انو الشماريخ باش تاق على فيد دارتيفيس اورون ليو ان شاء الله. اذا كلمه الختام سي جلال. كلمة الختام دعوة مفتوحة لكل الشباب، كل توانسة الكل ومحبي ما سكان سوسة وحواس سوسة وكل محبي سوسة وزوارها، باش يجيونا ويشاركونا الاحتفال ويدخلوا ويضيفوا البهجة على الفرحة هذه متاع رجوع زادة بامتياز إن شاء الله مهرجان أوسو للغاية متاعو النبيلة، الغاية الثقافية، الغاية الترفيهية، الغاية السياحية، الغاية النبيلة متاعو، مش بروباغاند الأنظمة ولا كذا سابقة ما نجبدوهاش عنا فيها. شكرا سي جلال، ربي يوفقكم وربي إن شاء الله يثبت خطاكم، وأكيد نحن ننتظر نجاح دورة وانطلاق جديد ويعني ابتكار جديد وتألق، هذا متأكدين ولمسناه منذ أكثر من شهر في الهيئة بتاع المهرجان، مش في وجهكم، في الفنانين اللي يخدموا، في الشباب اللي قاعدين يدربوا. وإحنا كنا منذ قليل مع لجنة المهرجان اللي عمري ما ريت أقبل تدور وتشاهد كل لحظة وكل دقيقة وتعاينها باش تقرر تحسنها وألا تعديها ولا ما تعديهاش. شكرا سي جلال وربي يوفقكم وإلى اللقاء. بارك الله فيك. عايشك. إذا أعزائي المشاهدين هكذا تنتهي هذه الحلقة مع رئيس جمعية مهرجان أوسو والنائب الأول لرئيس بلدية سوسة، وإلى اللقاء معكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.